بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بباب التيمم وفرائضه. قد وصلنا فيه إلى الفريضة الرابعة. قال الشيخ في شأن الفريضة الثالثة: وتخليل الأصابع يكون بباطن الكف أو الأصابع لا بجنبها، إذ لم يمسها التراب. يعني ليس هكذا كما في الوضوء، وإنما هكذا، يعني يضع كل إصبع في باطن الكف. بعد ذلك الفريضة الرابعة: الصعيد الطاهر، أي استعماله، إذ لا تكليف إلا بفعل. يعني استعمال الصعيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وفي رواية: فعنده طهوره ومسجده، فعنده طهوره ومسجده. دي من خصائص الايه؟ الأمة، ومن الفضائل التي فضل بها صلى الله عليه وسلم. وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها ايه؟ طهورا. فخرج استعمال غيره مما ليس بصعيد أو ما كان نجسا. فتيمموا صعيدا طيبا، طيبا أي طاهرا. فالشيء النجس لا يتيمم عليه، وإذا تيمم على النجس كان باطلا. وأفضل أنواع الصعيد التراب، لأنه هو الأصل. هو إيه؟ هو أصل الأرض التراب. لكن المراد بالصعيد قال: كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها. فالكافي كتراب للتمثيل. بعدين قال: كتراب ورمل، لأنه من أجزاء الأرض، ورمل وحجر وجص لم يطبخ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في البخاري سلم عليه رجل فلم يكن صلى الله عليه وسلم متوضئا، فأقبل على جدار فتيمم، وضع يده على الجدار صلى الله عليه وسلم، ومسح وجهه ويديه ورد عليه السلام، وقال: كرهت أني أن أذكر الله على غير طهارة صلى الله عليه وسلم. يعني الحوائط المبنية بالحجارة، والآن الطوب الأبيض الذي لم يدخل النار، والحجارة، المساجد القديمة كمسجد الأزهر والإمام الحسين ومسجد السيدة زينب ومسجد سيدنا عمرو بن العاص وغيرها من المساجد المبنية بالحجارة المقطوعة من الجبل المقطع، هذا يجوز التيمم عليها. حوائط، والحوائط المبنية بالطوب اللبن كانت غير موجودة الآن، لكن بشرط أن تكون الخلطة، خلطة الطوب اللبن أو الني ده، تكون الخلطة طاهرة. لكن لو الطوب مخلوط بروس البهائم، يعني روس الحمير مثلا أو بأشياء نجسة، يبقى لا يجوز التيمم عليه، يكون إيه شيئا نجسا، أو مخلوط بماء نجس كذلك. يعني شرط معرفة الحائط الطاهرة، لازم تكون حائط إيه؟ طاهرة. لكن الحوائط الآن المبنية بالطوب المحروق أو مبيضة بالأسمنت والزيت، لا يجوز التيمم عليها.
عشان واحد يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الحائط، يعني ليس كل الحوائط، انما الحوائط اللي هي ايه لم يدخل الطول فيها النار، يعني لم يطبخ. ولذلك قال شير يجوز التيمم على كل ما ذكر، ورمل وحجر وجس لم يطبخ. والجس نوع من الحجر يحرق بالنار ويسحق ويبنى به القناطر والمساجد والبيوت العظيمة، زي الأسمنت الآن. الجس زي الأسمنت، ممكن يكون الجبس برضه لأنه أصلا من الأرض، لكن دخل إيه؟ دخل النار، أحرق وسحق. فإذا حرق وهو المراد بالطبخ، جس لم يطبخ، لم يجز التيمم عليه لأنه خرج بالصنعة عن كونه صعيدا. يعني مثلا الرخام، الرخام الطبيعي يجوز التيمم عليه، لكن إذا دخل النار الرخام يبقى لا يجوز التيمم عليه. يعني لأنه خرج بالصنعة عن كونه صعيدا. ومعدن غير نقد وجوهر منقول ومنقول، أي أنه يجوز التيمم على المعدن إذا لم يكن أحد النقدين، يعني إذا لم يكن ذهبا أو فضة. ليه؟ لأن الذهب والفضة طبعا أصل المعاملات، فلشرفهما لا يجوز التيمم على الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة من أجزاء الأرض، لكن لا يجوز التيمم عليهم، قال لشرفهم. قال حتى ولو بالمحل، يعني مثلا جبل، في جبال فيها عروض من الذهب، جبال فيها عروض من الذهب أو الفضة، فلا يجوز التيمم عليها حتى في مكانها، قال لشرفهم. فلا يتيمم على الذهب والفضة ولو بمعدنهما، يعني في المنجم، منجم الذهب أو منجم الفضة، ولا على الجواهر كالياقوت، الياقوت حجر، والزبرجد واللؤلؤ، ولو بمحلهما. الياقوت حجر لكنه أحمر، والزبرجد أخضر، واللؤلؤ أبيض. كل هذه أحجار كريمة، يسمى يقال لها الأحجار الكريمة. يبقى الذهب والفضة والأحجار الكريمة لا يتيمم عليها لشرفها. أما الأشياء المعادن الأخرى اللي هي إيه؟ الشب، الشب والملح والحديد، كل ده من الأرض، والرصاص والقصدير والكحل، كل ده من أجزاء الأرض. قال إذا كانت في مكانها يتيمم عليها، لم تنقل. أما إذا نقلت وصارت تباع في أيدي الناس يبقى لا يتيمم عليه. قال إن نقلت من محلاتها وصارت أموالا في أيدي الناس، وأما إذا ما دامت في مواضعها فيجوز التيمم عليه. فقوله كشب وملح وحديد ورخام مثال للمعدن الغير ما ذكر، والجواهر والياقوت والزبرجد، ده معدن تاني. كثلج
لا خشب وحشيش. قال تشبيه في جواز الدم، أي أن الثلج هو ما جمد من الماء على وجه الأرض أو البحر. قال يجوز التيمم عليه لأنه أشبه بجموده الحجر فالتحق بأجزاء الأرض. لكن طبعا بعض الشراح الحواشي قالوا إذا لم يقدر على تزويده، يعني الثلج عجز عن ذوبانه قدرش يذوب، لكن لو قدر يذوب الثلج ويحوله إلى ماء يبقى ما يتيممش عليه. الكلام ده لا يكون إلا في الدول الأوروبية، بلاد الثلج يعني عام على وجه الأرض، وأنت ماشي بتلاقي ثلج من كل ناحية. وبعدين عشان تدوم طبعا يعني ممكن تعجز عن تزويده، يبقى إذا عجزت عن تزويده يبقى تتيمم عليه كالتراب. في بلاد أوروبا تلاقي الثلج ده كالتراب تماما، فهذا يجوز التيمم عليه بس بشرط العجز عن ايه؟ عن ذوبانه. لكن الخشب والحشيش من فلا يتيمم عليهما ولو لم يوجد غيرهما، الخشب والحشيش. وقيل في القول الثاني ضعيف يعني ان لم يوجد غيرهما غير الخشب والحشيش ولم يمكن قلعهما وضاق الوقت جاز التيمم عليهما، ولكنه قول ضعيف. قال لأن الخشب والحشيش ليس بصعيد ولا يشبه الصعيد، لأن الصعيد من أجزاء من أجزاء الأرض، فالخشب يعني كالشجر مثلا، والحشيش النابت على وجه الأرض ليس من أجزاء الأرض، يبقى لا يتيمم عليه لا على الخشب ولا على الحشيش. هذا هو المشهور في المذهب أو الراجح. الفريضة الخامسة الموالاة بين أجزائه وبين ما فعل له من صلاة ونحوها، وابتدأه إن فرق وطال ولا يبني وإن نسي. طبعا الموالاة فريضة في الوضوء اللي هي عدم الفصل بين مثلا الضربة ومسح الوجه، وبين مسح الوجه ومسح اليدين، بمعنى أنه لو مثلا وضع يده على التراب ثم تكلم مع أحد يبقى بطلت الضربة، يبقى يضرب على الأرض، يضع يده على الأرض ويمسح وجهه ثم يمسح يديه، فلو فصل بطل التيمم ويعيده من أوله. وابتدأه إن فرق وطال. قال حتى ولو فرق نسيانا لا يبني، بخلاف الوضوء، الوضوء لو فرق ناسي يبني، لكن لأن التيمم ضعيف حتى لو نسي يعيد التيمم من أوله. هذه الفرائض الفرائض الخمسة التي ذكرها الشيخ: النية، الضربة الأولى، تعميم الوجه واليدين، الصعيد الطاهر، الموالاة. قلنا طبعا الموالاة يعني لابد أن يكون موصولا بالصلاة،
يعني المتيمم لا يتيمم إلا عند إقامة الصلاة. يعني لو تيمم عند الأذان يعيد مرة أخرى عند الإقامة، أو تيمم وصلى تحية المسجد أو السنة القبلية يعيد التيمم مرة أخرى عند إقامة الصلاة. لأن التيمم عندنا بالنسبة للفريضة بالذات لا يفعل شيئا قبله عند المالكية. يعني إذا تيمم للصلاة للنفل القبلي يعيده عند الفريضة عند الإقامة. أما سنن التيمم قال وسنته ترتيب وضربة ليديه وإلى المرفقين ونقل ما تعلق بهما من غبار. أي إن سنن التيمم أربعة: الترتيب بأن يمسح اليدين بعد الوجه، فإن نكس وبدأ باليدين أعاد اليدين بعد الوجه، إن قرب الوقت يعني إن قرب الزمن ولم يصل به. لكن لو على سبيل الفرض واحد مثلا ضرب الضربة الأولى ومسح يديه ثم مسح الوجه، يبقى كده نكس، فإذا لم يصلي يعيد اليدين مرة أخرى، وإذا صلى صلاته صحيحة لأنه ترك إيه؟ سنة، ترك الصلاة. والضربة الثانية ليديه والمسح إلى المرفقين. عندنا إحنا الضربة الثانية سنة، يعني الضربة الأولى عندنا في المالكية نمسح بها الوجه، طبعا هيشيل النظار يعني يضرب هكذا ويمسح من منبت الشعر الرأس المعتاد إلى منتهى الزقة، وإن كان عنده لحية ويمسح على اللحية وإن طاب، ثم يضرب مرة ثانية دي سنة، الضربة الثانية سنة لمسح اليدين إلى المرفقين. عندنا مسح اليدين لغايه الكوعين ده الواجب، واحنا عندنا في المالكيه لغايه المرفق كالوضوء. ونقل اثر الضرب من الغبار الى الممسوح لئلا يمسح على شيء قبل مسح الوجه واليدين، فان مسحهما بشيء قبل ما ذكر كره وأجزأ. وهذا لا ينافي ما قال في الرسالة: فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا كما هو ظاهر. يعني يستحب نقل الغبار، يعني لو واحد مثلا وضع يديه على تراب أو وضع يديه على رمل، طبعا بيتعلق شيء من الايه؟ من الغبار أو الذرات في اليدين. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتيمم كان ينفخ في يديه، يعني كان يضع يديه على التراب وينفخ فيهما هو بيقول هنا ونقل أثر الضرب من الغبار إلى الممسوح بمعنى ألا يمسح شيئا قبله، يعني ما يضعش يديه على التراب وبعدين يمسح كده، عايزين يمسح في الوقت. يعني ممكن واحد يكون متأنف شوية مش عايز يعني ينقل الغبار لوجهه مثلا، فيروح ماسح على حاجة قبل، يعني يضع اليدين بعدين يعمل كده بعدين يمسح الوجه. هذا مكروه، يعني هذا مكروه. ليه؟ لأنه هذا فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه،
فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا الصعيد الطيب بوضع أيديكم عليه، ثم بعد وضع اليدين على الصعيد امسحوا وجوهكم وأيديكم. فالإنسان ما يتأنفش من فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تضع أعلى شيء على هذه الأرض التي تهممت عليها، يعني أنت تضع الجبهة اللي هي أشرف شيء عندك في الجسم تضعها على أخص شيء وهي الأرض التي تطأها بقدميك وتضعها عليها تعبدا لله تبارك وتعالى. وقد كان عليه الصلاة والسلام يسجد في الماء والطين كما ثبت في ليلة القدر، رأيت أني أسجد في ماء وطين، فالصحابة رأوا أثر الطين في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا مسح المتيمم يديه قبل مسح الوجه أو اليدين كره ذلك وأجزاء، لأن هذا الأمر تعبدي، أمر تعبدي، وليس معنى أنك تأخذ ترابا وتتوضأ به، لا ليس هكذا. وهذا لا ينافي ما قال في الرسالة: فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا، يعني لو في رمل أو شيء تعلق باليدين نفضهما نفضا خفيفا، أو نفخ كما نفخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو وارد طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة ومسح بها وجهه وكفيه، وورد أنه يعني ضرب على الأرض مرتين، يعني مسح وجهه وضرب مرة أخرى ومسح يديه، يعني هذا وارد في السنة وهذا وارد في السنة، لكن جمهور العلماء أخذوا الضربة الواحدة، والإمام مالك جمع بين الحديثين فقال الضربة الأولى واجبة والضربة الثانية سنة. ومسح صلى الله عليه وسلم يديه إلى الكوعين هكذا، ومسح إلى المرفقين، فالمالكية برضو أخذوا برواية المسح إلى المرفقين، لكن قالوا المسح من الكوعين إلى المرفقين سنة، يعني من اقتصر على مسح الكفين وتخليل الأصابع مع مسح الوجه فالتيمم صحيح. والدليل على المسح إلى المرفقين، احنا قلنا المسح إلى الكوعين واجب والمسح إلى المرفقين سنة. الدليل طبعا ما ورد في حديث سيدنا عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الأرض يده الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه. سيدنا عمار لما أصابته من الجنابة وأراد أن يصلي تمرغ في الأرض، يعني قياسا على أن الغسل بيغسل الجسم كله بالماء، يبقى هنا يتمرغ في التراب كالغسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيده الأرض بكفيه ثم مسح وجهه ويديه صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي جهيم حين تيمم النبي صلى الله عليه وسلم على الجدار فمسح وجهه ويديه، وروي أنه مسح الذراعين إلى المرفقين، فكل ده طبعا العلماء المالكية يقولوا يعني إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع بينهما.
ثم ذكر مندوبات التيمم بعد ذكر السنن، قال: وندب تسمية وصمت واستقبال وتقديم اليد اليمنى وجعل ظاهرها من طرف الأصابع بباطن يسرى فيمرها إلى المرفق ثم باطنها لآخر الأصابع ثم يسراه كذلك. هنا طبعا ذكر مندوبات التيمم، المندوبات اللي هي المستحبات، المستحبات أقل من السنن، إن المستحب والمندوب والفضيلة كلها بمعنى إيه؟ واحد، لكن السنن أوكد منها، السنن أوكد من المندوبات. وطبعا التسمية كما هي في الوضوء يستحب التسمية ويستحب الصمت وعدم الكلام لأنه عبادة، ويستحب استقبال القبلة، ويستحب تقديم اليد اليمنى في المسح، ثم بين الكيفية. وجعل ظاهرها من طرف الأصابع بباطن يسرى، يعني هكذا ظاهر اليد الايه اليمنى يضعها في باطن يده اليسرى هكذا. ثم طبعا يخلع الساعة، لو لابس الساعة يمر إلى آخر المرفق هكذا، ثم يلف الذراع هكذا علشان يمسح ظاهر الايه باطن الذراع الى اخره. دي كيفيه المسح عند الامام مالك هكذا. وفي يده اليسرى هكذا يضع ايضا باطن ظاهر الكف اليسرى في باطن اليمنى ويمر الى اخره ظاهر الذراع، ثم يلف ايده عشان باطن الذراع ويرجع ويخلل الأصابع وجوبا كما ذكرنا في الفرائض، ثم يقيم الصلاة ويصلي بعد الانتهاء من تخليل الأصابع. هذا هو الايه؟ هذا هو التيمم عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ: وقوله وجعل ظاهرها من طرف الأصابع بباطن يسرى معناه أنه يندب أن يجعل ظاهر اليمنى من طرف أصابعها بباطن كف يده اليسرى، كف اليد الباطن هي، ثم يمر اليسرى إلى مدفق اليمنى، يعني إلى آخره. الباطن ده يمشي لظاهر في ظاهر اليد نفسه، ده اسمه ظاهر، وده اسمه ايه؟ باطن الذراع. ثم جعل باطنها، اي ثم يجعل باطن اليمنى من طي المرفق بباطن اليسرى فيمرها لاخر اصابع اليمنى، ثم يفعل بيسراه كما فعل باليمنى، أن يجعل ظاهرها من طرف الأصابع بباطن كف اليمنى فيمرها لآخر طرف مرفق اليسرى، ثم يجعل باطنها من طي مرفقها بباطن كف اليمنى لآخر أصابع اليسرى، ثم يخلل الأصابع. فقوله ثم باطنها عطف على ظاهرها، ثم جعل باطنها، هذه صفة مستحبة، صفة مستحبة.
قال ويبطله مبطل الوضوء. بعد أن ذكر السنن والمندوبات ذكر المبطلات، ويبطله مبطل الوضوء ووجود ماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسي، أي إن كل ما أبطل الوضوء من الأحداث والأسباب وغيرهما أبطل التيمم، يعني كالبول والغائط والمذي والودي والهادي التي ذكرناها، كل ما خرج من السبيلين والأحداث كالنوم والشك والردة، كل هذه مبتلات الايه؟ مبتلات الوضوء. تبطل التيمم كذلك، ويزيد التيمم وجود ماء كاف قبل الدخول في الصلاة إن اتسع الوقت لاستعماله مع إدراك الصلاة. لكن احنا قلنا لو الماء موجود ولا اتسع الوقت لاستعماله، قلنا عند الإمام مالك يجوز التيمم لضيق الوقت، يعني واحد قبل طلوع الشمس بدقيقة أو بدقيقتين لو توضأ طلعت الشمس، يبقى ماذا يصنع؟ يتيمم ويدرك ولو ركعة قبل إيه؟ قبل طلوع الشمس. أو العصر مثلا استيقظ قبل غروب الشمس بحيث يدرك ركعة بسجدتيها قبل غروب الشمس، يتيمم ويصلي ولا يتوضأ. بخلاف وجود الماء في الصلاة، قال فلا يبطلها إلا إذا كان ناسيا للماء الذي معه فتيمم وأحرم بالصلاة ثم تذكره فيه. يعني واحد مسافر، مسافر مثلا معاه مية في الشنطة ونسي أنه معه الماء فتيمم وصلى وهو يصلي تذكر أن معه إيه؟ ماء، يبقى بطلت الإيه؟ بطلت الصلاة. يعني يبقى يبطل التيمم بتذكر الماء المنسي وهو يصلي. يعني ستبطل لكن بشرط اتساع الوقت لاستعمال الماء. ومما يبطله ايضا من مبطلات قلنا طول الفصل بينه وبين الصلاه كما علم من الموالاه، يعني الذي يتيمم بعد الاذان وينتظر الى اقامه الصلاه تيمم ايه؟ باطل، يعيده مره اخرى عند اقامه الصلاه. قال وكره لفاقده ابطال وضوء او غسل لضرر، بل هذا الذي ذكرناه هو المعول عليه في مع الاباحه والاختصار، خلافا لما يهمه المصنف والرساله رساله ابي زيد، يعني ان من كان متوضئا او مغتسلا وهو عادل الماء لا يجد ماء يكره له ابطال وضوئه بحدث أو سبب، يعني الأفضل أن يحافظ على الوضوء لأنه عارف أنه لو انتقض الوضوء هينتقل إلى التيمم، فيكره له نقض الوضوء إلا عند الضرورة، ويكره أن يبطل الغسل كذلك وإن كان غير متوضئ، يكره له أن يبطل الغسل بالجماع لانتقاله من التيمم
للأصغر إلى التام من الأكبر، لكن هذا أمور مكروهة وليست حراما. قال ومحل الكراهة ما لم يحصل للمتوطئ ضرر من حقن أو غيره، يعني طبعا لا ضرر ولا ضرار، أي لا ضرر بالنفس ولا ضرر بالغير. فلو حبس مثلا الريح أو البول أو الغائط فحصل له ضرر، يبقى يجوز له من غير كراهة أن يبدل الوضوء. وما لم يحصل للمغتسل ضرر بترك الجماع إلا لم يكره، يعني اضطر إلى الجماع، يبقى يجوز له ذلك وينتقل من الغسل إلى التيمم. رفعا للضرر، ثم ذكر الشيخ بل ولصحيح تيمم بحائط لبن كما ذكرنا في الصعيد الطاهر أو حجر تمليل. قال الصحيح أنه يجوز بالصحيح العادل للماء أن يتيمم بحائط مبني للطوب النيل، الطوب الأخضر، نسميه الطوب الأخضر أو الطوب النيل، لكن هي الصواب النيل مش النيل، النيل دي لغة عامية، الطوب النيل واللحم النيل، يعني لم ينضج. فهنا طبعا الطوب النيل ده هو الطوب الأخضر الذي لم يدخل النار، وهو المراد به الطوب اللبن. لكن ذكر هناك الشيخ الصفتي وغيره قال انه لابد ان تكون ان يكون مخلوطا بماء طاهر ومخلوطا بخلط طاهر، فلو خلط بروس نجس يبقى لا يجوز التيمم عليه، او خلط بماء نجس يبقى لا يجوز التيمم عليه. وبالحائط المبني بالحجر، لان الحجر ده مقطوع من الجبل وهو من أجزاء الأرض، كما أنه يجوز للمريض الذي لم يقدر على استعمال الماء، يعني الصحيح العادل للماء والمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء يجوز أن يتيمم بالحائط الذي بجواره. لكن الحائط المبني هكذا الآن لا يجوز لدخول النار، لأنها دخلت النار فتغيرت عن الصعيد الطاهر. في مسألة طبعا بيختم بها باب التيمم وهو ايه؟ فقدان الطهورية، دايما يختم بها حكم ايه؟ فاقد الطهورية، يعني لا يجد ماء ولا متيمما، يعني لا يقدر على التيمم ولا على الماء، زي واحد محبوس في مكان لا يوجد فيه ماء ولا صعيد طاهر ولا تراب ولا حجر، زي في المساجين الآن لا يجدون إلا الماء للشرب. نعم السجين المسلم عشان يتبول، نعم كل مكان هو ده فاقد الطهورية، يعني هو يتبول في مكان، يعني حتى يعني ممكن الطهارة يعفى عنها، يعني طهارة الثوب أو البدن أو المكان إذا تعذرت سقطت، لأنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. لكن الآن مفيش مية يتوضأ ولا تراب يتيمم عليه، يبقى إذا هو إيه؟ مكره فاقد الطهورين. وطبعا يعني عندنا احنا في المالكية أربعة أقوال، ومن لم يجد ماء ولا متيمما، فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يؤدي ويقضي عكس ما قال مالك، عكس ما قال يؤدي ويقضي، يعني يؤدي الصلاة ويقضيها،
لمن مالك قال لا يؤدي ولا يقضي. لا يؤدي ولا لأن إذا تعذر الأمر سقط. لا يقدر على الوضوء ولا يقدر على التيمم. يبقى كده إيه؟ ما عندوش تقصير. لمن مالك قال لا يؤدي ولا يقضي. وبعضهم عكس ما قال لمن مالك يؤدي ويقضي. يؤدي ويقضي. قال وأصبر يقضي والقضاء لأشهد. وأصبر قال يقضي ولا يؤدي، يعني بعد أن يخرج يقضي الصلاة ولا إيه؟ ولا يؤديها من غير إطهار. والأداء لأشهد يعني يؤدي الصلاة ولا يعيدها، يؤديها من غير وضوء ولا تيمم ولا يقضي ولا ايه؟ عكس اصبر يعني. هذه الاربعه اقوال. نعم. العلماء يعني رجح راي امام مالك. راي امام مالك يعني تسقط الصلاه بفقد الطهورين. راي امام مالك هو الارجح يعني. هو ايه؟ هو الارجح. قوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وما لا يقبل لا يشرع فعله. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ولسيدنا عمر رضي الله عنه أصابته جنابة ولم يعلم أن الجنب يتيمم فلم يسلم. سيدنا عمر، وهذا في الصحيحين. الراجح انه لا يؤدي ولا يؤدي. لقوله صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت. طيب هو لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم. ولذلك العلماء رجحوا راي الايه؟ الامام مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. نقف على المسح على الجبيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول أولئك يكونون أحسنا، أولئك